بناتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم طيبه؟ احوالكم جيده؟ مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم فيديو جديد. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ المهم اختكم راها مساليه ديال بصح، مزيره على الراس، حيت عندي الشقيقه هنايا، عندي واحد الشقيقه شداني مزيره على الراس، راكم عارفين. اليوم جايه عندي اختي سناء من قناه سناء فلوغ ان شاء الله. لقيتوني نط باش ندور شويه بالدار، حيت من نهار طحت، نهار الجمعه والدار حالتها، فريمون الدار حالتها ديال بصح. ما غاديش ندير شي مجهود اللي هو كبير، غادي نحاول انني ندير غير شي حاجه ليا بسيطه، بحال كنجمع غير داكشي اللي خصو يتجمع، وهادشي اللي غادي ندير وغادي نشاركو معكم اكيد. عيط نقلب، بغيت شي مراهق اللي تجي تعاوني، حيت فريمون راني مساليه اقسم بالله البنات العالي العظيم، الى انني كنوض غير بالسيف وضروري غيخص مسكينه سناء. قالت لي شوفي ما توجدي حتى حاجه وما ديري حتى شي حاجه، كلشي غنجيبو، ولكن واخا هكاك راه حشومه تجي ضيفه وجايبه معاها كلشي وهي جايه تطلع عليا، فهمتوا يعني؟ او بليجي خصني نقاد شي حاجه هادي وهادي. ماما مسكينه مريضه، داو معاها حتى هي مسكينه بالشفاء. يلا عاوتاني عيطوا لها من فاس المرأة، يعني يلا مشينا وعاوتاني يطولها، قالوا لها خصك ضروري دير داك التحاليل وتجيبيهم لنا، يعني هي غاده جايه لفاس عيانه بزاف. بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيقولوا منى شنو وقع انت وراجلك، منى شنو وقع؟ فغادي نقول لكم شنو وقع بالضبط، سمحوا لي نجاوب على التليفون. مهم كيف ما قلت لكم، بزاف كيسولوني كيقولوا لي شنو وقع انت وراجلك، نسالوا داك الساعه تبقاو معايا تشوفوا شنو غادي ندير، وغادي نعاود لكم لي ديتاي ا جوسكا زد ان شاء الله يا ربي. غادي نعاود لكم كل شيء باذن الله. فما تديوش عليا، غادي تشوفوني لابسه بيجامه فوق بيجامه فوق بيجامه فوق بيجامه، حيت الطبيبه قالت لي ضروري خاصك تزيري كرشك، او ميم طون ما خاصش يدخلك حتى قطره ديال البرد، حيت دابا بحال اللي كتقولي عظام كاملين تاكين على بعضياتهم. هذا ما كان الغزالات ديالي، وخليكم معايا ما تشوفين، ما تديوش على اختكم كتهضر معاكم هكا. راكم عارفين نفسيه مريضه، ورغم ذلك كنضحك، نفسيه مورال بعدا زيرو، صحتي زيرو، كنوض غير بالسيف، كلشي كنديرو غير بالسيف، غير سمحوا لي الله يعطيكم الستر. وزاد كمل عليا الروح، الناس كيحطوا حداهم كلينيكس، وانا كلينيكسات ما قدونيش، وليت كندير حدايا البابي حيت كلينيكسات ما قدونيش، عرفتي باقية لا يخلوها على الله. المهم خليكم معايا وما تشوف بنات. جات مسكينه عندي سناء، يلا وصلات. شوفوا الضياف شحال كيتهداو عليهم، شوفوا الضياف شنو كيدير، شوفوا الضياف شحال كيتهداو عليهم. مسكينه ما خلاتني نقيس والو، قالت لي لا والو انا اللي غنصاوب هادشي، وهي جابت معاها الحريشه، وجابت معاها الحريشه ديال الشعير البوله يا بنات، قال البوله ما خلاتنيش مسكينه، قالت لي والو غنجلسي انا اللي غادي نقاد هادشي كامل، قلت لها واني جالسه. واختي راه مريضه وشنو حنا ما كنتهداوش على المرضى، ما كنكبروا بهم. لا يخطيك حبيبتي الله يسهلك، ولا بصح المريض باش يمشي عنده، راه انا ملي كنحس انا كنت كنقول نمشي عند المريض نمشي نشوفو، ولكن لا تمشي تشوفو الا واما انت تكوني حاسه به، تمشي تشوفي وتقولي كيف ما دارت دابا مثلا سناء. هي راسك الحريشه خصك هذيك 3 ايام ماكليتي، وكلي دابا خصك تصيب بالله ماكليتي هذيك 3 ايام دابا، راه الا ما شي والو من عند الله سبحانه وتعالى، نقدر نشرب غير كاس ديال اتاي ولا نشرب شي حاجه بحال هكا، وهي الشهيه والو.
كيف ما شفتوها سناء معايا مسكينه يلا غادي تمشي جات عندي وكبرات بيا مسكينه وعذبات راسها كيف لا والله ما كاينش عذاب وغادي تشوفوا حتى لا فيديو عندها هي سيروا دخلوا عندها انا كنكون كنهضرت كنلقى راسي باغا لا رد كيف ما قلت لكم مسكينه شوفوا هي وجدت الطابله هي وجدت كلشي الصراحه وعندها البنيته ديالها كتقرا خصها تمشي باش تعطيها الساروت كتخرج مع الخمسه خصها تسبقها حميد ما بغاش اختي يصور حشمني مع البنت كيقول لها في الفيديو ما بغاش يصور قال لها انا حالف في هذا الوقت هذه بالضبط انا ما نصور مع منى حتى شي حاجه ولا بغيت نجاوب على راسي غنحط راسي في الفيديوهات ديالي في قناتي قال لها انا ما نجاوبش المهم حتى ولا عنده قناه داك الشيء علاش راه ولا لا بلاش راه ف كيدوز المهم قال لك يمكن انا حيت فضلت اليوتيوب على ولاد المهم حتى تمشي سناء وغادي نشرح لكم كلشي حيت دابا في هذه اللحظه هذه وصلنا لواحد الحاجه اللي ما عندهاش الحدود شوفي بدلوا الجو شو قال لها غير بدلوا الجو عين عين مشي انا وياك عين هاي باش توصل عاد توصلها عين مشي انا وياك عين شوف البنات حنا مباشر ما كاينش شتي واه دار لي باي باي قلت له عين شوف البنات انتقادات انسان يقول كلمه طيبه حسن الا ما قديتيش تقوليها سكت يسكت الواحد لان اتد فيها عقاب بعد عند الله وفيها ضرر للناس الا ما قديتيش تقول كلمه زوينه الاحسن تسد هذاك الكومونتير اللي تضيع فيه الوقت وتضيع فيه تكتب باش تادي واحد اخر انسان يقولوا كلمه طيبه راه ما فيها والو راه حتى انت على نفسك انت اللي كتشوف فيا اولا انت اللي كتشوفي فيا انت على نفسك ما تبغيش شي واحد يكتب عليك خايب كيف ما كتبغيش على راسك ما تبغيش على اختك ما تبغيش على صاحبتك اولا صاحبك ولا شي حاجه اي حاجه صديقه اولا شي حاجه اولا من العائله ديالك ما تبغيش تشدك النفس كيف ما نتوما رحموا هاد السيده والله الا راها مريضه بزاف ودابا انا قلت لها خدي وقتك خرجي انت وراجلك بعدي شي شويه من اليوتيوب انت شتي ما كيعطيكش حميد تبدل بزاف ما عرفناش شنو واقع حنا براسنا باغي الاولاد وهادشي اللي كتب باغي كي قالت سناء باغي الوليدات باغي هادي وليني هو نورمالمون انا اللي خصني يبقى فيا الحال ماشي هو حيت هو عنده جوج الاولاد كي قلت لكم انا راه ما عنديش الاولاد هو قال لي لا انت اكسبري بديتيش ما تهلاتيش براسك باش الولد كذا الولد كذا المهم تتمشي سناء وغنكمل معكم لا فيديو يلا دابا لا بنيت تا كتسالي يلا بسلامه البنات يلا بسلامه اجيو عندي تشوفوا الفيديو ديالي كماله ديالي مع منى تهلاو في راسكم المهم البنات سناء مشات مسكينه والصراحه ما قدرتش نهضر معاها في وجهها هكا تخرجت سناء عاد بغيت نهضر لحقاش الضيف حيت كيوصل عندك لدارك كيخصك تكبري به كيخصك ولو انك ما قادراش تهضري ما قادراش تضحكي ما قادراش كيخصك تضحكي معاه وتلعبي معاه وتهاودي معاه وتعطيه الوقت ديالو فلذلك انا حاولت ان نعطي وقتي الكامل مكمل سناء ودرت معها لدرجه انني والله البنات وهي مسكينه حتى هي ماكلات والو انا والله ما عدا واحد شويه ديال الاتاي واحد شويه ديال العصير ما قديتش ناكل انا اصلا شهيه من نهار اللي وقع لي الاجهاض الشهيه ما عنديش الا لاحظت راني طحت طاح فيا النص ما بقيتش كناكل كاع 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 الشهيه والو حميد حشمني هادشي اللي دار صراحه ما كنتش كنظن فيه ما كنتش متصوره انه يدير بحال هكا كيقول لها انا ما غضبان عليها ما والو ولكن هي دارتها بالسيف وما كيهضرش معايا تخيلوا سناء واقفه معايا في الكوزينه هو يقول لها قال لها سناء عافاك اخي تعطيني شي كاس شي موس بقيت كنشوف قلت لها يلا شوف مثلا شي حاجه بغا ما كيقولها ليش انا كيقولها لسناء صافي اختي منين وصل لهاد المواصل بحال هادو يعني حنايا راه حنا غاديين كيقول لك انسان منين ما كيتفاهمش الفرق احسن حاجه صافي انسان منين ما كيتفاهمش الواحد يشوف حياته والحياه ما كتوقف على حتى شي واحد الحياه مكمله بيا بلا بيا غيكون مزيان بيا بلا بيا انا كذلك يعني الانسان ما عمره يوقف حياته على شي انسان بحالك بحاله الحياة تقدر توقف على دينك على معاملتك مع الناس على مستقبلك على صحتك هذيك هي علاش توقف الحياة اما انسان بشر بحالك بحالو راه ما عندك ما توقف غنعينو يجي البنات باش غادي نحطو النقط على الحروف دابا انا وياه اطابل حيت صافي صونات عليه ماما هضرات معاه ما بغاش صونات عليه عائلته صونات عليه ختو والو حتى واحد ما كيبغي
كيبغي شي كيقول لهم لا ولا انا انا ما كيقتلني كيقول لهم انا ما غضبانش وليني ملي كيمشي ما كيهضرش معايا انا واخا نقول له شي حاجه وما كيجاوبنيش نتو كيفاش هذا هو المشكله صافي غادي نحاول انني نقوي راسي ونحاول نقنع راسي ان الحياه ما كتوقف على حتى شي واحد وغادي نحاول انني نبدل من حياتي وغادي نحاول انني نوقف على رجلي حيت ملي كتعطي لي واحد الحاجه اكثر من القيمه ديالها فهذا هو الحاجه اللي كتوقع ويمكن الله سبحانه وتعالى ما كتب ليش في ذاك الولد حيت كنعرف انه غيوقع بيناتنا هادشي وان العلاقه ديالنا غتضيع وما غاديش تبقى كيف كانت في الاول ما عرفتش علاش ما درت له والو ما حتى شي حاجه وعارفين الرجال منين كي قالوا لي واحد ما في كومونتير بلا ما نجيب داك الكومونتير بلا ما نقولوا ف الصراحه ما رديتش ما عجبنيش الحال كان عليه غير حدا البنت ما كيحشمش مني انا يحشم غير من البنت اللي جات مسكينه ومعذبه راسها ومكلفه من راسها وبزاف ديال الحوايج وجات حتى لعندي لهنايا وبعيده عليا الدار ديالها بعيده على داري وجات حتى لهنايا وكان عليه غير داكشي يقدروا ولكن هو ما قدروش فغادي نشوفوا له الحل غير غيمشي حيت دابا راه مشى مع سناء يشد لها الطاكسي غير غيمشي معها يشد لها الطاكسي غادي يرجع غادي نحطوا النقط على الحروف باش غادي نعرف انا حياتي كيفاش واش انا غنبقى جالسه مع واحد الانسان اللي ما كيهضرش معاك راه ما يمكنش فانا يمكن هذا المساج ما كيخلينيش نهضر معاك خليه يقولوا له راه ولا يوتيوب يسمعوه حيت عارف غيتفرج في القهوه كي دابا ما كيتفرش وبالمناسبه حنا راه باقيين في دار وحده ولكن هذا النهار يقدر انا نهود في حالتي لدارنا والفينال ولا هو يطلع لدارهم حيتاش ملي كتوصل للمواصل بحال هكا فالانسان من الاحسن واحسن شيء انه يتفادى المشاكل وواحد جوج ما تفاهموش الفرق احسن حاجه باش نتيا ما كتعذبيش وهو ما كيتعذبش وانا كنامن بواحد الحاجه ان الله سبحانه وتعالى اي حاجه كتبها لك الا وراها فيها الخير فالحمد لله على كل حال ما ندير يعني الله سبحانه وتعالى قدر علينا هذا الشيء غادي نصبروا نشوف هذه الليله شنو كاين غدا ان شاء الله غادي يكون الحل النهائي ف زعما الصراحه اقسم بالله راه كيقولوا واحد المثال انه العين حق سواء الزوينه او الخايبه وانا عاد وليت كنامن بها والحمد لله كنامن بمكتب الله وكنامن بالله الا كان مكتب لنا شي حاجه راه مكتب لنا كنكتب لينا وهاد السيد غادي نكملو حنا مكتب ما كانش مكتب لي غادي نكملو راه ما غنكملوش يعني غادي نحبسو راه ربي هو الوحيد اللي كيكتب علينا ارزاق يا الخير يا الشر عادي فمنين جات سناء يعني مسكينه بدات كترغبو كتهضر معاه قال لها لا وانا هي مفضله اليوتيوب وان هي ولات عاطيه وقتها كامل اليوتيوب ولات كتخرج تسارى خصها لي فلوغ خصها كدا على برا الناس الا صورات لهم في الدار كيقولوا لها قنطنا لا صورات لهم على برا فهمتي يعني قال لها وكنقول لها ديزاكتيفي لي كومونتير هي كتخليهم كيزيدوا يزموها كتزيد طيح يعني هو بحال رد فيا انا اللومه وفي التالي قال واحد الكلمه اللي انا ما عجبتنيش وراه لحظاتها تسارى واخا درت واحد ردت فعل لي هادئه ولكن ما عجبتنيش قال لها هي اصلا ما باغياش الاولاد واش كاين شي واحد على بال الله ما كيبغيش الاولاد هي اصلا ما باغياش الاولاد حيت الاولاد غادي يشدوها وما غاديش تخلي اليوتيوب الله الا عندي شي يوتيوب ما عندي ما ندير باليوتيوب الا كانوا عندي وليداتي وربي عطاني الوليدات واش عندي ما ندير باليوتيوب نحط فيديو مره في كيعجبني اليوتيوب وكنحس براسي قريبه على الناس وكنحس براسي انني كنفاجئ على قلبي وكنحس براسي انني ملي كيدخلوا البنات وكيعطيوني نصائح وكيعطيوني دي كومونتير كيواسيوني وكيكونوا معايا كنحس بان معايا واحد الناس هذاك احساس كيفرحني وكنحس براسي فرحانه وكنرتاح في دماغي ولكن الا كان غيغنيني على ولدي ولا بنتي ولا ولادي راه ما عندي ما ندير به نبقى مره نحط هو بحال اللي ما فهمتش شنو واقع انا لدابا ما فهماش شنو واقع حيت حامد من البارح لهاد النهار تبدل يعني بين ليله وضحاها تبدل الجمعه السبت لحد اثنين تبدل بزاف اليوم الثلاث يعني هادي خمس ايام
حنيت تبدل عليا. غير الجمعه في الليل تشينا انا وياه ضحكي لاشت ما بيناتنا حتى شي حاجه. منين وقع داك المشكل صافي حنيت تبدل. تخيلوا انا طالعه في الطوموبيل ما سولنيش واش شنو كيضرك واش كيضرك شي حاجه، يعني غادي مصدوم السيد غادي داير غير هكا ما كيهضرش. عذرته 5 ايام وانا عذره، ولاني هذا النهار محيت جات عندي البنت وما حشمش غادي نحط النقط على الحروف هذا ما كان. فانا اليوتيوب كنحس براسي، اليوتيوب البنات كنحس براسي انني كنشكي على عائلتي بزاف د الحوايج ما كنقدرش نقولهم هكا فاس كنقولهم في اليوتيوب. بزاف ديال الحوايج مثلا ما كنقدرش نواجه بهم الناس كنواجههم هكا في اليوتيوب. يعني اليوتيوب راه ليا وليك ولينا كاملين. بغينا نلاقوا نعطيو اراء، تعطوني نتوما رايكم بزاف ديال الحوايج. يعني انا كنحس انني كنشكي على الناس اولا كنشكي على واحد الناس اللي هما اصلا كنحس بهم عائلتي. فهمتوا كيفاش؟ هذا ما كان البنات. فالله يدير شي تاويل ديال الخير والله يكون معنا وصافي. وتسناو فيديو البنات اللي غيكون عباره عن غادي نجمع فيها راسي وغادي نوض وكيخليها الاخر نجمع الوقفه. لحقاش الحياه ما كتوقفش الا والا بغى ربي يدي الروح ديالنا. هذا ما كان، وشكرا لكم وشكرا لدعمكم وعلى حبكم وعلى اي حاجه كديروها على ودنا اللي خداكم الله يكبر بكم. وانا راه ديما كنحط ستوريات هكا في الانستغرام. بالنسبه للستوري الاخر اللي حطيت في الانستغرام، الناس ديال الانستغرام اللي شافوه بزاف بدا كيتسائل كيفاش وكيفاش. انا وضحت لكم في هاد لا فيديو كلشي وتهلاو لي فراسكم. يلا البنات تهلاو فراسكم وعرفتوا ملي كتمشي لك المناعه صافي مشى كلشي، اي حاجه تقدر تقيسك كوني متاكده. تهلاو لي فراسكم.